بتاج إدارة الإنتاج ديال المعشوقة مدينة السماء، كنت ممثل بالصحيفة في حطاب الليل، وتشرفت أنني كنت من إخراج ديال مسرحيات هواميش ذاكرة ومسرحية أخرى ما قالتهاش الأخت اللي هي تبنات على رواية ديال عبد الحميد المشوقي اللي هي عيون المنفى. التعامل مع عزيز فنيا هو تعامل مع مؤلف يدرك ويعرف ما يكتبه للمسرح. كتابة عزيز المسرح أو مواضيع عزيز المسرح ليست مواضيع سهلة، هي مواضيع تمتحي من الأفق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي ديال البلاد ديالنا. ولكن أنا تشرفت بإدارة إنتاج ديال جوج الأعمال في إطار هذا المشروع، للأسف ما كملناهش، هو أنه كنا غنبداو نديرو سنويا عرض كبير يتجاوز أقل ممثل يكون فيه هو 50، كيشوف 100 سنة من تاريخ ديال المدينة ديال العريش. ديرنا 100 سنة الأولى في القرن 16، ديرنا القرن 17، وأنا متأكد على أنه القرن 18 مكتوب وبدينا كنناقشوا فيه، ولكن للأسف أنه ما تمشي الإنجاز ديالو لظروف وشروط هذا ماشي مكان باش نتحدثوا فيها. أنا بالنسبة لي العمل اللي استغلت فيه في إطار الإخراج اللي هو هواميش ذاكرة، أنا أعجبت بما كتبه عزيز في هواميش ذاكرة. هواميش ذاكرة هو تاريخ المغرب المستقل من 1956 حتى الإنصاف والمصالحة. كتابة شخص هي كتابة واعية، مساحة المتخيل التي تبقى للمخرج هي كافية. حطاب الليل كانت من الأعمال الأولى ديالو وهو كيتحدث في لوحة على التاريخ ديال المغرب. مهم عزيز إضافة جديدة للتأليف المسرحي في بلادنا والمغرب كما كيعرفوا الإخوان، خصوصا الأخوات المشتغلين والمشتغلات في المجال المسرحي، حنايا عندنا ضعف في الكتابة ديال النصوص لدرجة أنه بعض المرات في بعض الدورات ديال المسرح ديال المهرجان الوطني كتقدر تجمع غير الأدابتاسيون وما كتجمعش حتى نص مغربي. إذا التأليف المسرحي في المغرب ما أحوجنا إليه، وعزيز هو إضافة جديدة وواعية ومتمكنة من أدوات الكتابة. وشكرا.